استقبلت السيدة ارنا سولبرغ رئيسة وزراء مملكة النرويج اليوم سعادة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء بحضور معالي الشيخ حسام بن عيسى الخليفة رئيس جائزة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة للتنمية المستدامة وذلك اثناء زيارتهم الحالية للعاصمة النرويجية اوسلو. حيث سلمها رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر تتعلق بسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. كما تضمنت الرسالة دعوة من سموه حفظه الله إلى رئيسة وزراء النرويج لزيارة مملكة البحرين. وقد أعربت رئيسة وزراء مملكة النرويج عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رسالته التي تجسد اهتمامه برفع اوجه التعاون بين البلدين وهنات مملكه البحرين بمناسبه اعتماد الجمعيه العامه للامم المتحده مؤخرا مبادره صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باعلان اليوم الدولي للضمير واكدت انها مبادره ذات اهميه كبيره في حشد طاقات المجتمع الدولي من اجل عالم مستقر تنعم فيه الشعوب بالامن والسلام